تابع لشيء تابع شيء. شريط لبناني لذيذ. تجميع حكي من برنامجي العقل زيني وياه ما أحلاكم الإذاعيين. سايد وان بعنوان حريمص. كيف في طريقة بنت بدك منها شيء شخصي انت يعني شخصيا بنت طالب منها شيء عرفت كيف شيء حميم يعني حميم وسريع بدك اياه انه لدرجة كأنه غط الحميم وطار الحميم عرفت كيف انت اكيد عرفت كيف فكيف الطريقة تقنعها انه انت ما بدك منها شيء كيف؟ في طرق كتير هلا لا شك وكلها صدقني محكومة بالفشل كلها بتبقى كلها فكحنة وشارقة مثل الشمس يعني ولبل أوضح كلها ملعلعة ومجرسة قد ما مكشوفة لازم تبلفها وإلا بتخسرها إذا فكرك تمرق قصتك هايدي معها بلا بلف على أساس إنه أخلاقك ما بتسمح لك بالبلف العوض بسلامتك يعني طارت من إيده تبقى لك يعني تبقى زحلي الأخلاق شوي بهيك مناسبات خاصة وإنك أنت اللي طالبه منها بالأساس للبنت ما في شيء من المواصفات المطلوبة للأخلاق إنه ما بدك تبلفها أنت أخلاقيا يعني أنت ما بدك تبلفها بس بدك تضجعت لا والله أنا مني وعلي بلفها خي أرحمنا وأخلاقيا أفضل حياتي بتعرف كتير أوقات بحسها كبيلة والله وحياتك وبتهيأ لي مش بتهيأ لي أنت أكيد هبيلة حياتي غريب أنا ماني شاعر هالشي إيه ما يمكن مش قصدك ما هون الموضوع فهمت إيه بس لا أنا بالمرة ماني حاسس هيك شيء إنه بعيد عن الجو هيدا إيه بعرف بعيد عن الجو عمرك أطول من عمري هبيلة وبعيد عن الجو رح تموتني شغلة حريمص كنت ناطر تليفون منك وما اجا قلت بنط لحظة على الدكان دغري تحت البيت يعني بشتري بيرة على السريع وبرجع ما معقول يجي التليفون بهاللحظة ولو بده يجي اجا نزلت جبت البيرة ودفعت له وناطره لا يرد لي دق التليفون حد الصندوق قدامه رديت انا بدون انتباه اتطلع فيه صاروا عيونه قد وجهه يعني فعلقت اعتذر له طبعا مثلا يعني انه فشكلة عرفت كيف شو انه طيب انه قدرينا اياها هالحادثة واللخبطة والاحراج والهبل قدام الاخرين هذا كله بسبب شو بسبب الهوس الهوس فيكي ولا لا الحريموس ليك ليك مالله مرة يا بي يا بي شو هدوله والله بس يعني يا ريت يعني يا ضيعان هيك جسم بهيك عقلية شو عجبك جسمها لهيدي الكرعوبة؟ شو؟ عم بسألك لأنه لحظتك انحليت جاوبني شو بدي جاوبك شو بدي؟ عجبك جسمها لهي الشبشولة ما هيك؟ والله بتعرفي؟ يعني شو هالصراحة اللي صايرة عندك شي مدهشة ياريت فيك تكوني صريحة بالأجوبة أدمنك صريحة بالأسئلة آه لكن
حرق عرضك، شو بقى بلا مخ؟ اولا انا بعرف حالي اني حلوه، إيه؟ حتى لو اني بلا مخ. ما اصلا شكلي بكفي انه يضرب على المخ، ادخن مخ مثل ما بدك. ايه جربتها وبعرف. عم بتقول اني بلا عقل؟ إيه شو بدي بالعقل؟ مشاكلي بيطير العقل من الراس اللي فيه عقل. مزبوط. ايه نعم عم تحكي مزبوط. اللي انت شو نفعك العقل؟ شو نفعني العقل هلا؟ هادي غير موضوع هلا. انت بس اول ما تعرفت علي مطلعت بلا عقل؟ بلا. ايه بس هلا عم فكر بغير موضوع. بشو عم بتفكر؟ ما انك بلا عقل. قومي يلعن ابو عرضي، شو بلا عقل؟ إذا مثل ما بتقولوا المرأة الحلوة بتبقى إنه المرأة الحلوة بلا مخ، إنه الرجال الحلو شو يعني؟ هيداكي هيداكي بلا مخين، بلا المخين. عدوا معي ما فيها شيء، تأكد. اثنين. كفوا وحدكم، انا رايحه. ما عم نحكي ضدك يا سلمى. اتركها خي، اتركها شو بدك. ليك لا انت لو رحتي او جيتي ما راح يتغير شيء، ففيك تروح. ميرسي كلك لطف. انت لو رحتي من الاول الله يسامحك. والله ولك من شان سميت هالبدن عم بحكي، انا كنت وفرتيها. حياته راحت سلمى يا عيسى. معلش راحت سلمى بس بانت سعاده، فقلبي اليوم مهبوله. بقدر أكد لك، بقدر أكد لك لهلأ، لغاية هلأ، بعد ولا مرة عجبت المرة اللي بتعجبني، بعد ولا مرة قدرت الفتلة نظرة لمرة عجبتني. وميتي فيي بالعلامة واحدة ما بطيقة. خود بقى تعا قيمني. ما فيك تعرف مزبوط شو حكيت إلا ما حدا يسمعك، أوكي؟ أو سجل ورجع اسمع. وبالنسبة لما يتعلق فيك، عالسريع اشتري لك صندوق بطاريات، لأنه البطاريات أسعارها نار وبدها تطلع. وخلي معك لما تلقطع، لأنه إذا سمعت منا شو قالت لك وأخذت قرار تسجل شو عم تحكي، رح تعوز الصندوق تبع البطاريات ورح تذكرني بالخير. ما انت لستك انك بتحكي كل الوقت. والان نبذة عن الحياة والفلومة، تفضل يا سيدي. تبقى الحياة أوقات عبارة عن 30 أو 40 سنة، ممكن 50 سنة حياة فعلية. وبالفيلم تبقى كل الحياة ساعتين، ساعتين ونص انفلقت حالها. ومن هيك الأشياء والقضايا تنحسم فوراً بالفلومة. بالحياة وين؟ بتمط وبتمط كتير أوقات، بتلاقيه بالفيلم وقف مثل الرمح، حط الأبوعة على راسه وطبش الباب ومشي، وهي عم تتهاوى وراه لتهدى آخر شي على الأباجور عم بتبوي. بالحياة
بعلمك طبش الباب وراح شوي، بيرجع الجرس برن، بيطلع هو راجع مشرف مشرف. ايه بعلمك هي اللي كانت عم تبكي، بيصفي هو عم بيتنطق، وهي اللي عم بتهديه وتطيب له خاطره يا لطيف ليوقف هالبكي. عيب 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 لأنه قد الشنطيرة. يا والله في جلجقة أكتر بالحياة. شغلة عم بقلك بس آخر شي هي المزبوطة حقيقة. حقيقة الحياة هي المزبوطة حقيقة. ايه أكيد ما هوليك ما هوليك فلومة. تلفنت لوحدة هديك الليلة بالليل، ما لقيتها نسيتها. أنا رحت عباريز. والله؟ إيه بتعرفي لذيذ كتير المترو. يا الله يا ريت عنا هون مترو. ما في نهار بيروح وبيجي مترو. كيف؟ قلتلك كيف. شو يعني؟ انه شو يعني فكرك عم تستفزيني لاترجاكي؟ انا؟ ايه انت، انت مين في غيرك لي؟ انا ما عم استفزك. ليك يا عمي وينك؟ هون. اذا فكرك انه عم تستفزيني لاترجاكي ما فارقة يعني، بترجاكي يعني بترجى ربك اذا بدي اياكي، فهمتي؟ وليك ايه شو المانع يعني؟ بترجاكي يعني بترجاكي، المهم النتيجة. هلا إذا الوسائل فيها تكون مشرفة بيكون أفضل، بس إذا لا لا. دخلك اسم ريني، هيدا شو الاسم؟ اسم مذكر؟ والله ما مذكر. ما عندك فكرة يعني؟ لا عندي فكرة بس ما عدت مذكر. الله يلعن هالعيش اللي عايشينه، ما عدت مذكر ولا بشي، كأنه بصير مؤنس كمان. والله إذا ضليت هيك ما بتعرف يعني. ولك ما بكون بعرف وما بعود مذكر. اثنان أصابن الحب الأعمى فما عادوا شافوا شي بعيونه. نطوا على الطوارئ، مش وحدهم يعني، واحد زميلهم شنقلن ودبن قدام باب الطوارئ استلمون هنيك. فاتوا يعني بعد سابع الأرواح ووصلوا لعند الممرض المناوب اللي مفروض هو نوع من أنواع الحكيم. قالوا له نحن قصتنا كذا كذا يا حكيم، دخيلك ما كان بنا شي وفجأة ما عدنا عم نشوف، ومع بعضنا صار معنا نفس الشي ولا أكلين تين يعني، ومفرفكين بعيوننا ولا مرمدين يعني. دخيلك شفنا شو القصة، فيك تفحص لنا عيوننا يا أخي؟ ففحص لهم عيونهم ما طلع بهم شي. قال لهم ليكوا يا أخوي، أنت وياها ما حاكذب عليكم، عيونكن عظيمة كتير ممتازة وما بها شيء أبدا، والعمى مش بعيونكن، العمى بقلبكن، روحوا سربوا على البيت. لك يا ماما يا حبيبي، صحيح ضربي على الحافر ضربي على المسمار، إيه بس ما تقوي أكتر على المسمار. تفضل تعوجت وكسرت ونزعت اللي ايه قد بعضهم اضربهم بليز يعني ارجوك.